السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم ضحى. اليوم إن شاء الله عندي لكم وصفة الكريب بالألوان في الفرن، نطيبه في الفرن. بالنسبة لمقادير الكريب، عندي ربع لتر حليب، غنطحن معاه ضربة تكون غير صغيرة، نطحن معاه في الحليب ونصفيها، ضروري خصها تصفى، وغنضيف عليهم شوية الملحة، 25 غرام زبدة مذوبة، جوج بيضات، شوية نخالة، ومية غرام زبدة. بالنسبة للكريب غنخدم الكريب عادي كما العادة. خدمت لي الكريب مزيان، ضربته مزيان في البيطخان، خويت الخليط في سيغ ان بابي سيلفيغيزي في هاد الطاولة هادي المربعة هاد الشكل هذا، وطيبتها في الفران على درجة 160 حتى طيب. بالنسبة لي أنا راه طابت. نفس الطريقة غنخدمها مع ليزيبينار. بالنسبة ليزيبينار نفس الطريقة، ونتحصلي على هاد الخليط هذا. درت معاه شوية ليزيبينار مع الحليب، طحنتهم وصفيتهم، عاد خلطتهم مع المقادير كلها. بالنسبة للعجين هو هذا، بعد ما طاب ليا العجين ديال الضربة غنخوي عليه العجين ديال ليزيبينار باش نتحصل على جوج الألوان. غندخلو الفران على درجة 160 بالنسبة للفوق فقط، غنمشي على الفوق فقط حيت هذا اللي عندي في تحت الطاب. بالنسبة للحشوة اللي غنستعملها مع طبقة الكريب، عندي بصلة كبيرة شحرتها بشوية الزيت والملحة، زدت عليهم شوية خرقوم بلدي، شوية الكوزة. وبالنسبة للكورجيت، عندي الكورجيت ثلاثة كورجيتات كبار شوية متوسطين محكوكين، هادو حكيتهم. وبالنسبة للبصلة قطعتها غير رقيقة، هادو غنديهم فوق النار حتى يطيبو مزيان. بالنسبة للكورجيت والبصلة، بعد ما طابو ليا قبل ما يطيبو تقريبا ربع ساعة، ضفت عليهم التومة محكوكة وشوية القزبر، طيبتهم حتى كملت يابو. دابا غنخليه يبرد واحد شوية، وغنضيف عليه جوج بيضات ومية غرام الفرماج محكوك. الكريب بعد ما طاب هو هذا، غنخوي عليه الحشوة الكورجي، وغندخلو الفران على درجة 160 نفس الدرجة، غير من الفوق فقط حيت بالنسبة للتحت راه طاب، لازد عليه حرارة أخرى يقصح عندي. المهم حتى نرقبو حتى يطيب. بالنسبة للوصفة هي هادي، الكريب المطاب والحشوة هي طبعا عندي كلشي، غنخليه على جانب. بالنسبة للوريدات اللي غنرافق بهم لا ديكوراسيون، عندي كورجيت قطعتها دوائر تكون ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش عاوتاني غليظة، يعني متوسط هاد الحجم هذا، هاد السمك هذا. شحرتهم شوية الزيت والملحة حتى ترخاو عندي، وصفتهم في ليمون الكيب كيك هو هذا على شكل وردة. بالنسبة لهادو غناخد جوج وغنحطهم في الوسط. بالنسبة للمعمرة يعني الحشوة المرافقة، عمرتهم بصدر الدجاج، خديت نصف الكمية، خديت بالنسبة لصدر الدجاج كامل خديت النص ديالو، هذا ما استعملتوش، خديت بالنسبة للنص كافي. طحنتو مع القزبر والثومة وشوية المغزية وشوية الملحة طبعا، طحنتهم وزدت عليهم بيضة واحدة و50 غرام دفرماج محكوك. بالنسبة للحشوة هي هادي، غنعمر بيهم هاد الفراغات هادو، نشكل هاد الوريدات هادو، غندخلو الفران على درجة 160 حتى طيب عندي الحشوة، وغنرفق بهم لا ديكوراسيون الطبق ديالي. بالنسبة للوصفة غنقدمها بشكل على شكل قلوب. بالنسبة لي عندي شكل القلب، غنقطع بيه بهاد الطريقة هادي بشوية. تنتحصل على هاد الشكل هذا، ضروري خصني نقيه باش يبانو عندي الطبقات ديال الكريب.
بالنسبه للشكل هو هذا. عندي ثلاثه د الالوان، عندي الاحمر والخضر والصفر، غنزوق به غنديكوري به ونتلاقاو. بالنسبه للقلوبه اللي قطعتهم هادو صفتهم بهذه الطريقه هذه. عندي هذه الاخيره غنصفيها على شكل ورده. بالنسبه للكورجيت، ورود الكورجيت هما هادو، خدمت منهم خمسه على المطابليه. بالنسبه اللي بقى من الحشوه اللي خدمت بها ديال الكريب قطعتهم وريضات، وغنكمل تزيين ديال الطبق. هذا هو الشكل النهائي للطبق. كنتمنى الوصفه تعجبكم، بالصحه والراحه. إلى عجبكم الفيديو ديال ماما ديروا جيم وديروا سابوني.